الآن الكبيرة الخامسة والأربعون، النمام. النمام في أنواع كثيرة، فيه برقاق وفيه الشكام وفيه الذي يفسد بين الناس زين. النمام قال الله تعالى: ولا تطع، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بنميم مناع للخير معتد نتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام حتاث الذي ينقل الكلام بين الناس لأجل الإفساد. متفق عليه. وكذلك البرقاقة اللي تيمشيوي يبرقوا بالناس يعني باطلا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال، النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوج ديال القبور تيتعذبوا، اطلعه الله على انهما يعذبان، هو لا يعلم الغيب، دائما نشدها في ديننا. فقال: انما يعذبان، انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، في رواية أخرى بالكبير، أو شرح معناه لا يعذبني في كبير عندكم، أما لو كانت ماشي كبيرة ما يتعذبوش. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، شكام، برقاق، مفسد بين المسلمين، بين الإخوة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. الذي لا يستبرى من البول، الذي تيمشي يبول ما عرف كاع فين مشى البول ديالو، واش طاح على صباص، واش طاح على القصر، واش طاح على السلهام، واش طاح على لا سيما مالي البرا. وكذلك مالي السروال طوال اللي تيبولو في الزناقي في الحيوط، ما يمكنش يتبول على الحيط ويبقى السروال ديالك سالم ابدا، مستحيل. اذا كل من لا يستتير او لا يستنزه من بوله فهو يعرض نفسه، يعرض نفسه لعذاب القبر. وقد مر عندنا الكيفية ديال البول في ملخص الفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس ذا الوجهين، يعني من شرار الناس عنده جوج الوجوه بحال المنافقين. ايش يقولوا في سورة البقرة اذا كانوا مع المسلمين؟ ايش يقولوا؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. تجد من شرار الناس ذا الوجهين، هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، معنى هؤلاء يقول لهم الكلام وهذا يقول لهم الكلام. وفي لفظ: تجد شرار الناس ذا الوجهين. متفق عليه. وعن كعبين قال: اتقوا النميمة، اتقوا النميمة، اجتنبوا النميمة، فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. إن صاحب النميمة لا يستريح ولا ينجو من عذاب القبر. وروى منصور عن مجاهد حملة الحطاب قال: كانت